الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد بلغني عن بعض الأخوة استياء بعض المتابعين من الموظفين الموظفات من كلمة صدرت مني وأزعجتهم كثيرا، وكان ذلك في كلمة مسجلة تحت عنوان 46 حدث معي إنجاز الموظفين المعاملات بمقابل مادي. وقلت في معرض كلامي أن رجلا من الجنسية السورية دخل على مجموعة موظفات وتلفظ عليهن بألفاظ غير لائقة، فأقول أولا قبل كل شيء أسأل الله تعالى أن يغفر لي ويتوب علي ويعفو عني، إنه هو الغفور الرحيم. ثانيا أعتذر اعتذارا شديدا جدا لكل موظف وموظفة ولكل كويتي وكويتية عن هذه الكلمة، سواء صدرت مني بقصد أو بغير قصد، ومن حق الجميع أن أعتذر لهم وأرجو قبول اعتذاري. ثالثا حقا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما نقلت تلك الكلمة عن الأخ السوري، ولكن قدر الله وما شاء فعل. رابعا القصة التي ذكرتها قديمة، ربما مضى عليها أكثر من 12 عاما، والذي نقلها لي قد توفاه الله تعالى، وقد يكون نقلها لي من غير تثبت، وذكرتها من ذاكرتي بالمعنى، وحقا ما كان ينبغي أن أذكرها. وعلى كل حال ليتني ما ذكرتها، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. خامسا قصدت في جملة كلامي تذكير كل موظف وموظفة بأن يتقوا الله تعالى ويعملوا بأمانة وصدق من غير استغلال لوظائفهم، وذلك لنتعاون جميعا على محاربة الفساد والتقليل منه بقدر الاستطاعة. أسأل الله تعالى أن يصلح حال العباد والبلاد تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الصباح، أطال الله عمره على طاعته وأعانه على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.